منتخب مصر واستعداداته لمباراة الكونغو المباراة المقبلة. بخلاف منتخب مصر خلينا نتفق ان احنا بنعيش افضل الفترات الكروية الرياضية في مصر. ليه؟ وكأن كان مكتوب ان الكاميرون تفشل في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019 عشان مصر تنظم هذه البطولة عشان ترجع الحياة الرياضية الكروية المصرية بالتحديد لطبيعتها. لما هو كان سابق من زمان جدا جدا ما شفناش كورة في مصر بالمنظر ده. عندنا دوري وعندنا كاس وعندنا كل حاجة وعندنا ماتشات أفريقية وكلام من ده. لكن ما كناش بنشوف ملاعب بالمنظر ده، واتكلمنا في القصة دي كتير. ما كناش بنشوف الجماهير في المدرجات بالشكل ده، حتى لو الجماهير قليلة شوية في بعض المباريات، لكن الأهم مباريات مصر بتشوف عدد كبير جدا من الجماهير. حسينا من الآخر كده إن الكورة رجعت شوية في مصر. منظر رائع جدا سواء فيما يتعلق بشكل الاستادات وشكل الملاعب وشكل الإخراج بالذات. دي بقى الحتة دي لازم نركز عليها قوي بصراحة، لأن احنا كنا برضو بنعاني من جزئية الإخراج في المباريات الدوري المصري أو المباريات المحلية بشكل عام. برضو من ضمن الأشياء اللي نتمنى ليها الاستمرارية حتة كمان الكاميرا اللي بتتحرك في الملعب دي من فوق دي، عارفينها؟ عارفينها طبعا. ليه ما تبقاش موجودة على طول؟ يعني ليه مش دايما ما نشوفش الكاميرا دي او كل الكاميرات، عدد الكاميرات اللي بتصور كل مباراه في بطوله الامم الافريقيه؟ ليه ما يبقاش عدد الكاميرات ده متوافر في المباريات المحليه؟ احنا بنحاول من خلال البرنامج بتاعنا ومن خلال حلقاتنا ان احنا نشوف كل الايجابيات من بطوله الامم الافريقيه ونقولها لحضراتكم عشان نحافظ عليها، عشان تفضل موجوده معانا، عشان نفضل عايشين هذه اللحظات الرائعه من الكره بشكل عام، وبالتحديد نفسنا نشوف الكرة المصرية والكرة المحلية بهذا الشكل اللي احنا بنشوفه في بطولة الأمم الأفريقية. فلازم نرصد كل الإيجابيات بشكل مفصل، ولازم نتكلم عنها عشان نفكر دايما مسؤولين عن الكرة في مصر، الحاجات اللي بتسعد الشعب المصري والناس اللي بتفرح بالكرة واللي بالنسبة لها الكرة دي حاجة ترفيهية رائعة جدا، والناس اللي بتاكل من وراء الكرة دي عيش. لازم نتكلم ونحافظ على هذه الامور عشان تفضل موجوده معانا خلال المراحل اللي جايه. ما نكتفيش بس بتنظيم بطوله الامم الافريقيه، والحمد لله الحمد لله التنظيم اكثر من رائع، واللي يقول غير كده يبقى بيدور على اي سلبيات وخلاص. لا، انت عندك تنظيم كويس جدا جدا في خلال 4 شهور بس ان مصر تنظم بطوله كبيره بهذا العدد من المنتخبات لاول مره في تاريخ القاره الافريقيه، 24 منتخب يبقى المنظر ده، فدي حاجه رائعه جدا جدا. الاهم الاستمراريه، الاهم بعد بطوله الامم الافريقيه لما تخلص باذن الله على خير، وباذن الله منتخبنا الوطني يكون متوج بهذه البطوله واللقب الثامن في تاريخه، باذن الله كمان نشوف كل هذه الامكانيات متوافره في الملاعب المصريه العديده. مش عايزين نركز على ملعب واثنين وثلاثه هم دول بيتلعب عليهم المباريات المحليه، لا، الملاعب كلها نستغلها، لان انت بالمناسبه كمان عندك 24 ملعب للتدريبات ل 24 منتخب، يعني دول كمان ملاعب جاهزه، منهم ملاعب هي ملاعب تدريبات بس، ومنهم ملاعب عادي ممكن تستضيف مباريات محليه يعني. فمهم قوي ان احنا نركز على الجزئيه دي. اي سلبيه حليها كل يوم في بطوله الامم الافريقيه هنحاول نتغاضى عنها، لكن في المقابل هنذكر دايما الايجابيات عشان نركز عليها وعشان ما نتحرمش منها في الماتشات المحليه. دي جزئيه مهمه قوي، لان الشعب المصري في الحقيقه من حقه يفرح ومن حقه يتمتع بكل الامكانيات. وانا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده لان انا واثق جدا جدا ان احنا كمصريين وكمسؤولين عندنا الامكانيات الكبيره جدا واللي ظهرت في بطوله الامم الافريقيه واللي بدورها بنتمنى ايضا من خلال المسؤولين برضو هم بإذن الله أنه يخلوا هذه الإمكانيات موجودة في البطولات المحلية. فبالتالي دي جزئية مهمة قوي قوي أنا حبيت أبتدي بيها النهاردة بعد أخبار النادي الأهلي، لأن بصراحة الواحد مبسوط قوي من الماتشات، مبسوط قوي وهو بيتابع الشكل الإخراج بالتحديد كويس جدا للمباريات، منظر الملاعب، منظر النجيلة الأرضية بتاعت كل ملعب حاجة رائعة وحاجة تدعو للفخر. واحنا هم دول المصريين فعلا، هم دول المصريين اللي لما بيعوزوا يعملوا حاجة بيعملوها. لما بتحط في دماغك حاجة كمصري بتتنفذ حتى في أصعب الأوقات، حتى في أضيق الأوقات بالنسبة لك. فهم دول المصريين، ونتمنى بإذن الله بإذن الله إن احنا نستمر في هذا المنظر الرائع فيما بعد بطولة الأمم الأفريقية.